انا نفسي طول عمري اسالك يا دياب، بقول لك انت ليه ما بداتش من البدايه تمثيل؟ هقول لك، قول لي. انا اساسا موضوع التمثيل ده ما كانش في دماغي تماما. ها يعني كان اخري، كان كل تفكيري لما بيجي في التمثيل اللي هو ايه، اعمل فيلم هزارايا كده بعد ما اتشهر كمطرب. يعني يعني ده لما ابتديت اللي هو افكر في الشهره بعد ما اتعرفت على الاستاذ نصر محروس، اوكي، وخدت اللي هو ايه يعني بدايه طريق الشهره بقى، وهبتدي يعدني كنجم يعني. اه فكان موضوع التمثيل يعني في دماغي اللي هو هعمل فيلم هزار كده في اغنيتين ثلاثه عشان يعني ايه يعززوا تواجدي كمطرب اصلا مش كممثل.